أنا وفارس يوم خططنا إن أنا أقرب منك ويصير بيننا حب كانت نيتنا صافية. أقول لك دينار ما عندي، يعني لا بيت لا شغل ولا مشغلة، أنا على الله وعليك. يعني تبي تقعد عندنا هني؟ ولا أنت سويت نفس غيرك يا تقول لي ما أقدر أتزوجك لأنك نفس أختي. فارس نسيت كل شيء، وفوق هذا أنا ما حاسبتك ولا عاتبتك. أنا عندي عيال وبيت صغير والحال على قده. لا، إذا بتقولي الحال على قده ترى كلنا على قد حالنا، بس شوفوا إذا أمي ياتوا عاشت عند واحد منا ساعتها نقدر نبيع البيت، وإذا بعنا البيت الخير بعم علينا كلنا. عيدا ما جيت رأس تقسم لازم كل يوم تكشخي وتلبسي. ها؟ عندي لك شيء وايد روعة وايد روعة. تعرف الأم الحامل بولادة طفل مصاب بمرض متلازمة داون، وهنالك الكثير من الأهل قد لا يتقبلوا هذا الموضوع لأسباب اجتماعية عدة. لأن حضرتك قلت بالمحكمة أن الحضانة تكون عند أمي وأمي بتجابلهم، بس أمك ما تدري عنهم. غصون؟ شو تسوي هني؟ غصون؟ إيش رأيك أطلب لك تشيز كيك؟ ما أحب الحلا. لا ما يصير، لازم أطلب لك الحلو حق الحلو، ما يصير. حبيبتي هذا مكان عمل مو لقاءات. معاك حق، كافي علي حبيبي بيكون معاي بالبيت طول اليوم، بعد بالدوام خلي اشتاق له أحسن. أنا ما عندي فكرة شلون أقول الشيء. أنا ما دائما سكنهم مساكنهم، مش فيها كذي شخطت علينا لا سلام ولا صباح ولا الله يستر. السلام عليكم. نعم فواز، نعم جايني للدوام هني مع خرابيطك هذا اللي بيدك. انت ايش فيك؟ ما عندك كرامه. شنو هذا؟ ليش الصرخ هذا كله صاير؟ والله ما ادري، انهدوا علي. يبانا مو جاي لك، جاي حق غصون. تفضلي يبا تفضلي تفضلي تفضلي، هالورد لك يبا تفضل، هذا بعد تفضل. تفضل استاذ. اي شكرا. شو السالفة فواز؟ شو الحركات هذه؟ تبي كثير غيرة بدرية يعني؟ لا لا لا، ما له علاقة صدقيني. أنا وبدرية خلاص انتهينا، ما عاد بيننا لا حب ولا ثقة ولا أي شيء. هي اختارت حياة جديدة الله يوفقها فيه، وإن كانت هي رطت بحقي الله بياخذ حقي. خلاص أنا ما لي شغل فيها خلاص. سالفة الورد والدبدوب هذا حق منو هذا يعني كله؟ حقك بعد حق منو؟ شنو يعني؟ شوفي غصون، احنا الاثنين مجروحين. انت حبيتي وحاربتي عشان حبك وما وصلتي حق اللي انت تبينه، وانا نفس الشيء. سويت حق بدرية كل شيء وما بين بعينها، ولما انت وقفتي معاي كان الله يعين بحالي. شوف فواز، كلام السخيف هذا ترى ما يطوف عليه، هذا حكي ماخذ خيره. اخلص ايش تبي؟ انا ابيك ابد تزوجك على سنه الله ورسوله. شوفت ساكته، يمكن انت متفاجئه. أنا بعطيك وقتك وفكري على راحتك، بس أبيك تتأكدي من شغلة واحدة، إن ما حد راح يحس فيني كثرك ولا حد راح يحس فيك كثري.
أنا هنا بمشي. ألو، السلام عليكم. لو سمحت بس بغيت تفاصيل أكثر عن الرحلة العلاجية اللي حاطينها. شو مسوي بعمرك؟ بس من يوم ورايح انا الشيف مالكم ومسوي لكم احلى غدا. شنو؟ نسيت ان هوايتي كانت الطبخ؟ لا طبعا ما نسيت. انت قول لي، ايش سويت مع حسون؟ تعبك اليوم؟ لعبت كاهو قدامك، قاعد يلعب ما في الا العافيه. خلاص اغير هدومي ونشوف عمايل الشيف ناصر. يلا. أمي قاعدة بدارها تقرأ قرآن، يعني ما راح تسمعنا. تفضل عبد الله، قول شو راح نسوي؟ أول شيء راح نسوي راح نبيع البيت. البيت مثل ما أنتم شايفين وايد كبير وبمنطقة زينة. معناته راح يطلع لنا مبلغ كبير وكلنا محتاجين هالمبلغ. زين أمي؟ شنو أمي؟ أمي راح تاخذ حصتها وحسب الشرع. أمي وين بتعيش؟ سؤالك مردود عليه. أمي مرة كبيرة وفيها سكر، يعني ما ينفع تعيش بروحها. يعني وين بالضبط؟ عندك. يا أخي أنت أصغر واحد فينا وبيتك كبير وما عندك ياهال. والله اللي انا عارفه ان بيتي مو اكبر من بيتك. السالفه مو سالفه بيت كبير ولا بيت صغير، السالفه من المره اللي بتتحمل حماتها تعيش عندها، وانا ادري بنجات ونحاستها. المره اذا ما رضت ان حماتها تعيش عندها بالبيت مو معناتها ان هي نحيسه، معناتها ان هي تدري ان عندها بنات وهم اولى بخدمتها واقرب لها من مرت ولدها. انت ما تفهم، اقول لك انا عايشه بيتها الريلي، شلون بخلي امي معاي؟ انا عندي حل وايد قوي. امي تقعد عند كل واحد فينا شهر. لا صدق حلك قوي. ايش قاعد تقولين؟ اللي قاعد تقولينه هذا بهذله وعدم استقرار. اي مو احسن ان الحمل ينقطع على واحد فينا بس؟ والله عيب اللي قاعد تسوونه. احنا نبي امنا ترتاح وما تحس انها ثقيله على احد. اي لان انت حضرتك برا الموضوع وقاعده تتفلسفين. شوف عاد ايوب، ترى ما لها اي حل ثاني غير ان امي تعيش عندك. يا جماعه انتوا ايش فيكم ما تفهمون؟ حياه عمرها 23 سنه وقاعد تكمل ماجستير، بتقطون الحمل كله عليها؟ أبد زوجك على سنة الله ورسوله.
بس أبيك تتأكدين من شغلة واحدة، إن ما حد راح يحس فيني كثرك ولا حد راح يحس فيك كثري. سفاميني، أنتِ من شفتي فواز تقرب من غصون وأنتِ متكدرة؟ ما أدري ليش. طبيعي بتكدر، فواز شبي بغصون مثلاً غير إنه يحرني. وأنتِ تحترين ليش؟ لأنه قاعد يقارني بوحدة جكرة. زين يمكن بالله الأستاذ فواز شايف شيء إحنا ما شو شايفينه بغصون وحبها. الله يوفقهم. حلوة هذه، الله يوفقهم. ما تعرف تسولف؟ هذا اللي قاصر. إي أنا بس كنت لاحظ بالدوام يقولون يتحجون عنكم ايام ما كنت متزوجه فواز، ما كان مقصر معك بشيء، ما خلى مناسبه الا ما اهتم فيك، عيد حب، عيد زواج، هدايا، ورد اللي تفوح ريحته بكل الوزاره. اعتقد هذه كلها مؤشرات تدل انكم تحبون بعض وقريبين من بعض، غير الكلام اللي انت قلتي لي صراحه، يعني في فرق. اذا انت تقصد الورد، فأنا في كل مناسبة كنت أروح أشتري ورد من حسابي الخاص وطرش الوزارة. بكل مناسبة أروح أشتري طقم إكسسوار تقليد وأقول إن هذا طقم ألماس داز لي يا ريلي حبيبي. إذا أنت تتكلم عن هذه السوالف، فأنا ريلي ما طبت برا الكويت من تزوجت فواز، كل الصور اللي أنت تشوفها بالإنستغرام لأن عذور بنتي كانت شاطرة بالفوتوشوب. شفت الدبدوب اللي مستانسة فيه غصون؟ تعال بالك فواز شاري لها إياه؟ ترى هذا أنا شاريته حق مشاري ولدي وهو أعطاها إياه. صراحة أنا ما حبيت سالفة التمثيل هذه. والله أنا أصلاً ما أحب التمثيل، أنا أحب الواحد يكون دايركت واضح، يروح حق النقطة اللي يبيه ويقولها واضحة. لا صراحة أنا ناقصتك وناقصة نصايحك. يلا مع السلامة. تعال 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 بدري بس قاعدة خلاص آسف. بس كده ما راح اتحكى خلاص. جد خالد انا الحين معصبه ما ابي اتكلم ولا موضوع، مع السلامه. خلاص بدريه بدريه. حبيبي حبيبي يا ابو سالم، والله العظيم ان انا مشتاق لك اكثر، بس شو اسوي يا اخوك؟ شو اسوي؟ شوفت عينك ما اقدر والله، لا هي ويا اليهال ما اقدر اخليهم بروحهم ويا الخادمه، ولا انا والهان عليكم اكثر والله. بس يقولون بخل بسان. دقيقه ودق عليك، دقيقه ودق عليك. ايش فيك ايش فيك ايش فيك سويت يا يبا؟ ليش كذي؟ ليش يا جانو؟ جانو تعالي بابا شوف يلا سوي وصخ لي. مشي مشي. ايش فيك يبا؟ ايش فيك؟ شغل شنو هذا؟ مو انت لو يسوي شغل نظيف هذا وصخ ما يخليه هو داخل على نظفي عدل. انت ويعوه، كل ما قلنا لك شيء قلت تصرخين على انت بعد. يا عذاري عذاري. نعم نعم يبا. تعالي يبا تعالي شوفي هذا اخوك وسخني. تعالي مشي هذا نظفي يبا. نعم انا امشيه؟ هذا مو شغلي، انا عمري 15 سنه وهالسوالف مفروض امي تسويها، امي طلعت من البيت وسبتك انت. لا يا جليله الحياه، صدق ما تستحين على وجهك. جانو ما تبي تنظف وهذه صايره ام لسان. ما كل انا انظف ويلوح كبدك. ليش ما تصير عاجل انت؟ تقعد تاكل لي هالحلاوه هالكاكاو وتشرب لي ما ادري شارب انت شامبو هاللون شنو شارب انت؟ اقعد عاجل يا يبا اقعد عاجل. اخر عمري انا قاعد انظف ارضيات. والله يلوح كبدك. ايش والله العظيم. تعال 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 ويا شعرك كأنك بوجي ايطالي صاير. اقعد 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 يبوني اقعد اقعد عاجل يا حبيبي. والله يننتني انت. اقعد عاجل ناقص من مني ومني. اقعد ما تهيئ انت. شوية بسم الله بسم الله. هاي مرة حبيبي بسم الله عليك بسم الله عليك. شوف
شوف طالع فوق حسن، فوق فوق فوق. لا شوف ماما شنو هذا؟ هذه عمليته مالت القلب، ما تذكر؟ شوف ماما حبيبي الله يشافي ان شاء الله. دامي ما تعوز ماما مكان الجرح زين؟ ما يصير ما يصير، تعال حبيبي انت حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حسوني ام 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 خلاص ما يصير تتحرك وايد، لا تحكي هني زين، لا تقرب منه. يلا 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 حبيبي. تاكل حياك يا محي شوي شوي. بسم الله شوي شوي. استريحي يا محياة استريحي بوسط. خير يا وليدي؟ خير ان شاء الله يمه، ما كل العافيه يمه. احنا قعدنا وفكرنا شفنا انه ما يصير تقعدين بالبيت بروحك عقب وفاه الوالد الله يرحمه. الله يرحم وغمد روح الجنه، ما فيه شيء. انا بقعد هني، انا مو ياهل عشان اخاف. يا يمه يا حبيبتي السالفه مو سالفه تخاف، السالفه ان انت مريضه يمكن تطيحين بغيبوبه لا سمح الله، فما يصير تكونين بروحك. انا عندي خدامه وراح اجيب سايق. الله يا الدنيا يمه، انت طول عمرك ما تحبين السايق وتقولين ريال غريب وقيد حريتي وماخذ راحتي، الحين صرتي تبي تجيبين سايق؟ ايش تبون بالضبط؟ ايش تبون؟ أنا ما راح أترك بيتي. يما بصراحة كل واحد له نصيب في هالبيت. قولوا لي ايش تبون؟ تبون تطردوني من بيتي؟ حرام عليكم. عفا يما الله يهداك، شو هالحكي؟ احنا كل ما في الموضوع شفنا انك تروحين تقعدين عند أيوب معززة مكرمة، واحنا نبيع البيت وكلن ياخذ نصيبه. تبون الصج؟ انتم ما تستهون على وجهكم. ابوكم توه متوفي وانتم تبون تقسمون الحلال؟ حرام عليكم والله حرام. اللي يسمع يقول ابوي تارك لنا حلال ما له اول من تالي، بصراحه ما كل هالبيت ما ينفع انك تعيشين بروحك فيه. تعالي هني مع رايلك وقعدوا معي. والله لو اخواني يرضون ما عندي مانع. يما الله يهداك، هالحكي يعني الحين ترضين بيتنا حلالنا نهده ونخلي الغريب يقعد فيه واحنا حاطين ايدنا على خدنا؟ يما حبيبتي احنا خذنا القرار، وبعدين يعني انت رايحه عند ايوب ترتاحين هناك، البيت وسيع وما عنده عيال، يعني ماكو ازعاج. اي مو على اساس انا ما راح اجيب عيال طول حياتي. ايوب اذا يولي عيال يصير خير. بسكم بسكم خلاص، ما ابي اسمع ولا كلمه، حرام عليكم خلاص. طلعت من بعد عيني يا عمي الله طلعت. يلا استانستوا؟ ارتحتوا الحين؟ انت لو تسكت وتكرمنا بسكوتك وايد زين. يبا ودي يعني كذي اسافر كم يوم اغير جو، يمكن نفسيتي تتغير وحتى بعد العوار اللي بظهري يخف. سافري ابوك روحي ارتاحي واستانسي. اي وناسه يبا، ببتعد عن كل شيء حواليني. تبي تستانسين اخذيني معاك، اونسك اغير لك جوك، اسوي لك اللي تبينه هناك. وين اخذك معاي؟ بالجامعه
ايش فيك عادي اضحك وياك، زين سمعيني الحين مو موضوعنا، الحين السيارة هل راح تنصفط عند باب البيت؟ لا تحاتين، السيارة بتكون معاك اسبوع كامل، بس أهم شيء توصلين المطار. إي كذي؟ أوكي، زين وشو على الصاغة؟ يعني هناك راح تجيبي لي شنو؟ شنو راح تشتري لي؟ الهامش فيك، أنا رايحة هناك أتعالج مو عشان أتسوق. يا بنيتي أنا حاضر أبعطيك فلوس تسوقي وضحكي واستانسي وأي شيء يعجبك بنفسك اشتري. الله يخليك لي يبا ان شاء الله ولا يحرمني منك. افا عليك. زين ايش دعوه يبا وانا شنو صحن كوب ايش دعوه؟ يا بنتي لا مش انتي انت ملقوفه انت. والله. تفضل. كلها تبي؟ شكرا. العافية. يعني غصون انت مصرة انك تعذبيني ولا شنو؟ الله يهداك ما في داعي كلام المراهقين هذا. لا ترى الحب ما في كبير وصغير. انا بس ابي اعرف انت شنو اللي حبيته فيني؟ ايه الظاهر ما لقيت شيء تحبه فيني. لا 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 بالعكس، بس انا ما ادري من وين ابتدي وما ادري من وين انتهي. يعني ما شاء الله عليك شخصيتك حلوه، فيك ثقه في النفس، شخصيه قويه، ما تحب المظاهر، فيك حنان وفيك عاطفه يعني ما شفتها بأحد أبد بصراحة. ضينا على الشكل يعني ما شاء الله عليك محافظة على رشاقتك وجسمك، وجهك شاتر، جمالك طبيعي مو مثل بنات هالوقت، عمليات وبوتكس وموتكس ما أدري شنو، معدل؟ وهذا يدل ترى إن فيك ثقة وما تحبين المظاهر. صراحة كلامك يعني لمس أشياء وايد فيني صحيحة وكل الوصف اللي قلته ينطبق علي أنا، علشان كذي أنا يعني ما اقدر ارفض عرضك بالزواج، بس انا لي شرط واحد. اي امري دللي. يعني ما ادري يعني ابي عرس وخاتم عقد الماس. اي مو مشكله، الخاتم وعقد الالماس مو مشكله، بس العرض صعبة شوي، تدرين عيالي شوية هالفترة يمرون يعني بأزمة نفسية بعد ما شافوا صور أمهم وكذا، فأنا ما أحب أطعنهم بنفس الخنجر. بس العرس هذا حلمي أنا. يا أنا توني أقول إنك أنت واثقة من نفسك وما تهمك المظاهر. فعليك. فعلا أنت وايد حساس. زين عيلة شهر عسل. إيه مو مشكلة، بس أنتي عارفة إن لي هالمدارس وامتحانات وأنا اللي أباريهم وأنا أوديهم بالصيف. بالصيف إجازة ونسافر وين ما تبين. أمريكا. إيش فيها؟ سافر أمريكا. إيه فعليك تم فعليك حاضر الغنيمة. عافية عافية ريتو هني والله ريتو هني. عسى عجبك لك. طيبة بعد حق عاد مو كل انت.
بلا الله يمه. منه وإنك صالح الأعمال. يمه ندري إنك متضايقة منا بس يمه الله يعلم إيش كثر إحنا محتاجين حق الفلوس اللي راح تجي لنا من عقب بيعة البيت. يمه لو أوريك تلفوني راح تشوفين إيش كثر الديانة قاعد يلاحقوني ومأذينك كثر ما يدقون علي يبون فلوسهم. وأنا قاعد أتنحش منهم. هذا غير المكتب يمه. أموره كلها واقفة بسبة الفلوس. يمه هم أنتي عارفة ظروف خواتي. عارفة إيش كثر شذمت أذية من ريلها وشون هو بخيل. مطبخها يمه وقادرة تغيره. يخر ماي ومليان حشرات و وندى يمه ندى هم أنتي عارفة إن هي قاعدة ببيتها ريلها و أقصى طموحاتها إن هي تطلع بشقة بروحها ما تبي حتى بيت. عاد إحنا يوم قلنا تروحين تقعدين ببيت أخوي أيوب وهو اللي بيننا يعني مرتاح بوظيفته وسكنه همن تقدرين تاخذين راحتك عنده يحط لك غرفة بروحك تلفزيونك بروحك يمه أحسن من قاعدة تجيني بروحك بالبيت. بعدين يمه الناس شو بتقول علينا؟ عندها 4 عيال مخلينها تقعد ببيتها بروحها. اما يمه انت ما ترضينها علينا. يمه ارجوك فكري بالموضوع. تكفين يمه. خلاص يمه خلاص سووا اللي تبونه ما عاد يفرق معي خلاص. صدق يمه. مشكوره يمه. مشكوره لا خلا ولا عدم. الله يطول لنا بعمرك ويحفظك وديمك فوق راسنا يمه. ما قصرتي. الو 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 هلا ايوب ابشرك الوالده وافقت. ايه انتي بعد توصلين بالسلامة حبيبتي. استانسي هناك. ان شاء الله. يلا حبيبتي. مع السلامة. هلا الهام. هلا فهد شلونك؟ بخير الحمد لله انت شلونك؟ وينك؟ مختفية؟ موجودة بس كنت حايسة مع الامتحانات واللويا اللي عندي وهم بعد تدري كنت شوية قريبة من ابتسام أختي. إيه زين. إيه شلون هالحين؟ إن شاء الله أحسن؟ إيه الحمد لله راحت المغرب تغير جو وترجع. أقول الهام أبي أشوفك. إيه أكيد أمبي ما تدري إيش كثر مستانسة إن سيارات ابتسام عندي. الحين قولي وين تشوف يلا. يعني تهجن خلاص؟ هي نسيتني ونسيت فارس ونسيت كل شيء.
شوفي هي ما نست نست بس قاعد تحاول تناسى. يعني اي شيء صار لها قبل قاعد قطة ورا ظهرها. انت تدري انها هي عرضت المحل للبيع؟ يعني بس خلاص بترد حق فارس. ادري فارس قال لي. المهم انت متى ناوية تتزوج؟ يعني اكيد 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 عقب ما اخلص دراستي. شنو؟ ايش فيك؟ انت مو الحين سنة ثانية؟ ايه. ومو تدرسين طب؟ ايه. يعني باقي لك 5 سنين على ما تخرجين. شنو يعني انطرني؟ ما انطر. شو انطر؟ تزوج تكملين دراستك عادي. لا حبيبي ما راح اخلي الزواج يمنعني عن دراستي. من قال لك ان الزواج بيمنعك؟ بالعكس انا احس ان الزواج راح يرتب حياتنا. وانا راح اوقف معاك بدراستك ما راح اخليك بس انت وافقه. أنا عندي لكم خبر سعيد. يمكن الخبر هذا يسعد ناس وممكن يضيق خلق ناس. عرسي الخميس الجاي. ولا واحد فيكم معزوم. لأن الحفلة بتكون صغيرة، مو كبيرة، محفوفة. طبعًا أنا ماني تافهة مثل بعض الناس. انستغرام وسناب وحب للأبد. بس حبيت أقول لكم الخبر هذا. تحبين تعرفين منو بدرية المعرس؟ ما يبي له. أكيد فواز صح؟ صح عافية عليك. أنا خلاص قلت كل اللي عندي. شنو تبي تشوف؟ أكيد؟ يلا. نعم. صدق اللي سمعته من غصون؟ إي صدق. ويوم الخميس الجاي إن شاء الله. أنت عشان كذي داقة؟ تم صدقك. صاحي مجنون بتاخذ هالجكرة؟ احترمي نفسك. هذه بتصير مرتي وبتشيل اسمي. وأنت شكو جكرة ولا حلوة؟ إيش عليك أنت؟ أنت خلتش بنفسك وخلتش بخالد مالك هذا. وإن شاء الله هالمرة بتعيش مع عيالي. إيه بتعيش مع عيالي وبتصير أمهم وهي اللي بتربيهم لأن أمهم الصجية لا هي مع حبيبها خالد طيح الله حظك. يلا خالد اسمعني خالد زين اصبر لحظة شنو هذا جنب شنو جنط هذا؟ قال اسمه برو مكتب. أي مكتب؟ ليش مكتب ليش؟ حق شنو مكتب جانو؟ مني داك البيت واجد شغل وماما مو موجود وبيبي واجد مشكلة. بابا أكيد لازم في شغل داخل البيت. أنت يعني يجي عشان شنو؟ عشان ورك عشان شغل شنو مشكلة يعني؟ كله بيت في شغل. تعال بدنا نذبح هذه. لا لا تعال قعد على الذبحة. لا يا جانو بابا إحنا سيم فاميلي بابا شفيت. What problem؟ بابا انتي ما يصير روح بابا انتي روح هذا الشيء يدري منو يضبط منو يسوي اكل منو يسوي غسل يبا شوف انا اسوي ديل مع انتي بابا انا جيف يو 20 كي دي اكسترا وان داي بريك لا 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 بابا جانو ما يبي انا خلي احكي كف عاد الحين يبا انا جيف يو 50 دينار زياده جانو
تفضل. مشكورة. ها ماما. حبيبي. أشوفك وايد تدخل على الفيسبوك. ضروري أدخل وايد. قاعد أشوف أي طريقة أحصل فيها زيتها. قاعد أدش على أكونتات ربعها. على أمل أعرف من مكانها. ماما حبيبي حسوني